اللي جاب صورة نايلة مع نور يا سمير؟ دي صورة أنا نزلتها من على الفيسبوك يا مستر. حتى لو كانت صورة على الفيسبوك مش من حق أي حد إن ياخدها ويتصرف فيها زي ما هو عايز. طبعا عندك حق، ولا مش من حقي ولا من حق أي حد إنه يعمل كده، أنا آسف. بس حضرتك لو فهمت الموضوع ممكن تعذرني. نور دي بنت غلبانة أوي يا مستر. أمها ماتت في ظروف أنا كنت متورط فيها مع جوزها وعيلتها. إيه الكلام ده؟ يعني أنت ليك دخل في قتل أمها يا سمير؟ لا طبعًا يا عبلة مش أنا، أنا كنت موجود ساعة اللي حصل ده ما حصل. وما كنتش عاوز أحسسها إن هي ناقصها حاجة، وما كانش معايا صورة لأمها. وحتى لو كان معايا بس ما كنتش عاوز أخليها تشوفها بصراحة. وأنا مالي أنا ونايلة بكل ده؟ ليه دخلنا في موضوع زي ده؟ عشان كان نفسي أقول لها إن أمك دي أحسن ست في الدنيا. حضرتك عارف معزتك عندي انت ومدام نايلة قد ايه، والمقامات محفوظه طبعا. يا ابن اللعيبه، وما جاش في بالي ان هما ممكن يتقابلوا في يوم من الايام. اصل ايه اللي هيجيب مدام نايلة عندنا هنا في الحته بالظبط؟ هو ده السؤال يا سمير. نايلة وصلت هنا ازاي؟ ما حدش يعرف ان انا باجي هنا غير انا وانت. هو حضرتك بتفكر ان انا ممكن اكون قلت لها؟ طب ايه مصلحتي في كده؟ انت متجوز عبلة وعبلة دي اختي، يعني انا هضر اختي عشان ايه؟ لا لا سمير مش ممكن يعمل حاجة زي كده. ما ده اللي انا كنت فاكره يا عبلة، كنت فاكر ان البني ادم اللي انا امنته على بيتي ومراتي وبنتي واتجوزت اخته زي ما بيقول لا يمكن يعمل معايا انا كده. مستر انا عمري ما اخون امانة حضرتك امنتني عليها والله. ولما تدخلني في موضوع يخصك وانا مستأمنك على حياتي مش بس شوية صور، ما تبقاش خيانة امانة؟ على المهم موضوع الصور والفيسبوك ده مش مبرر بالنسبة لي، بس الأهم عايز أعرف نايلة وصلت هنا إزاي؟ وعارفة إيه عني أنا وعبلة؟ ممكن تكون بتراقبك، عاملة لك تتبع على الموبايل بتاعك وتعرف أنت فين. نايلة ما تعرفش تعمل حاجة زي دي. بس دي حاجة بسيطة يا مستر، يعني نص ساعة على الإنترنت تعرف كل حاجة. هو أبلكيشن بتنزله على الموبايل وخلاص، تبقى عارفة عنك كل حاجة. أنا ما قلتش لمدام نايلة عبلة. مفيش حاجة. ما الحاجات دي مش بتبان يا مستر، هي ممكن تبقى هيدن على الموبايل وحضرتك ما تشوفهاش. طب اتفضل طلعها. أنا مش بفهم في الموبايلات قوي، ممكن حضرتك توديه لحد بيفهم أحسن مني. لا صايع يالا. بعد إذنكم. نايلة حبيبتي ما تستنونيش على الغدا النهارده. سمير داخل وهو سايق وكنا هنعمل حادثه جامده، لكن الحمد لله ربنا ستر. انا هفضل معاه لغايه ما اطمن عليه. استنوني على العشاء. ما تتعشوش من غيري. I love you.